لدولة الإمارات العربية المتحدة. سلام سلاح. تأذن بالانصراف سيدي. طبار إلى اليمين. طبار معتدى. وأننا إذ نشكر الله عز وجل على توفيقه لنا من أزالة كل العقبات التي اعترضت قيام الاتحاد في الماضي وتحقيقه الآن بصورته الحالية. نرجو أن يوفقنا الله حتى يكون اتحادا شاملا للأمارات كلها في القريب العاجل بإذن الله. وأنه ليسعدني أن أهني إخواننا في كل مكان
بقيام الاتحاد الذي سيعلن في يوم الخميس القادم الموافق 2 ديسمبر 1971، راجيا من الله عز وجل لشعب الدولة الفتية الجديدة استمرار التقدم والازدهار. جاد الله بنعمة خليفة زايد، خليفة اللي سيرته ممتدة، حرا صقره الشيخ زايد بيده على نحور المعضلات يهد، مكن بمنهاج العلوم وعمر والمستحيل بقوة عزمه هده، صان البلاد وحطها بعيونه وشال المواطن فوق راحة يده. هنا نجد أنفسنا على طريق ممتد يعود بنا إلى حنين الماضي، محتضنا حاضرنا وتطلعاتنا نحو المستقبل. نجدنا في عام 1971 نشهد ولادة طفل نعيش معه مختلف مراحل عمره عقدا بعد آخر، حتى نجده وقد بلغ 100 من عمره. توسع أفق مستقبلنا، تبقى ثقافتنا العريقة وتراثنا الأصيل أساس تقدمنا وجوهر حضارتنا.
ونتأمل في بحارنا وأهميتها وحاجتنا إلى الحفاظ عليها لضمان التنوع البيئي. من يوم أنا صغيرة جذبني البحر وما فيه، كل ما أغوص في أعماقه أكتشف عوالم كثيرة. اسمي نورة المنصوري وأنا عالمة بحرية أتخصص في الأعشاب البحرية. أعشاب صغيرة بإمكانات كبيرة تحمي بحرنا، ومن خلالها تصمد وتزدهر بيئتنا. بحرنا تراثنا وتاريخنا ومستقبلنا، ومع بعض نقدر نساهم في حمايته. طبيعتنا هي قوتنا وأماننا، هي مستقبل إماراتنا. شتلات أشجار القرم التي تشكل جزءاً من 100 مليون شجرة التي تعهدنا أن نزرعها عند الانتهاء من مراسم الاحتفال. كل واحد فينا يزرع شجرة يتظلل تحتها أجيال مستقبلنا. من أجل عيالنا نزرع، ولأجل إماراتنا نصون.
أنا بنت الإمارات، أم لأطفال الوطن ويده. اسمي حبيبة المرعشي، وأنا ناشطة بيئية واجه تحديات زمننا بقوة قيمنا. إماراتنا بخير دام الأرض مطمنة، إن واجب من عليها أن يزرع شتلات الحياة في كل نواحيها. ازدهرنا تحت ظلال نخيلنا وغافنا وسدرنا، واليوم نوظف التكنولوجيا الزراعية ضمن ابتكاراتنا في مجال زراعة الحديثة. أرضنا أرض معطاة وكريمة، وكل اللي تحتاجه منا أن نسقيها أمل وإصرار وعزيمة.
نحلق في سماء الوطن مستذكرين كيف كان يستهدي أسلافنا بالنجوم، وها نحن اليوم نخطو خطاهم وننظر إلى الكون ذاته، نستكشف أسراره من خلال جهود رواد ومهندسي الفضاء. أشوف النجوم كل ليلة مثلها أحلامي كثيرة، حضنتها اسم بلادي والكون بوسعه ما يكفيها. اسمي فاطمة الهاملي وأنا مهندسة أنظمة الملاحة الفضائية، ويمكن تعرفوني في مسبار أملنا كأصغر مهندسة إماراتية. كان عمري 7 سنوات من عرفت أن مستقبلي في الفضاء، مستقبل 7 إمارات تكتب اسمها في حروف تبرك في السماء. من على الأرض شاهدت أجمل لحظاتي يوم حقق المسبار أملنا، وفي 7 شهور للمريخ وصلنا. حب الوطن وربتنا على قيم المثابرة والثبات. أمي علمتني كيف أحلم واجتهد عشان أخدم البلاد وأوصل الناس بال7 إمارات. اسمي خلود المزروعي وأنا مهندسة مدنية في سكك القطارات. مثل أمي أنا اليوم أشوف جهدنا وحبنا المتفاني يترجم على أراضينا محطات للاتحاد. أذكر المرحلة الأولى من الحلم وأول المسارات، وكيف العبرة امتزجت مع ابتسامة الفخر والابتزاز. واليوم على خط واحد يمتد من الغويبات للفجيرة، جمعنا الكل وتحت راية الاتحاد بدينا وكبرنا ومستمرين نوصل مستقبل 7 الإمارات. الواصل كل الغاية مثل العرب الأكرام، بيت الوفا لهم راية تبخر مهلا.
نشهد انطلاقة قطار الاتحاد وهو يشق مسارات شهدت في ماضينا حركة قوافلنا وجمالنا. رسم مهندسو الاتحاد ملامح هذه المسارات الجديدة وعززوا ترابط مجتمعاتنا. الشمسية أمامنا التي تم إحضارها من محطة الطاقة الشمسية في الإمارات، ونلتقي بمهندسة تعمل في مجال الطاقة المتجددة. بيئتنا ومنها ناخذ ولها نعطي، ومن هذه الشمس نكتشف تجدد مصادر حياتنا. اسمي مريم المزروعي، وأنا أعمل في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تسرق في سمانة شمس الإمارات اللي منها ننور حياتنا وبنورها نضمن مستقبل أطفالنا.
بنقل المعرفة والحكمة بين الأجيال. ونستمع إلى سعيد نصيب المنصوري، أحد أبرز مربي الأجيال الإماراتيين، حيث تروي قصته ملامح من رحلته في تعلم القراءة والكتابة باستخدام الأسلوب، تلك العلامات التي تستخدمها قبائلنا للتعرف على إبلها، وقصة بداياته مع الحروف ومسيرته التي كرسها لنشر العلم وبناء أجيال المستقبل. أعذني الله سبحانه وتعالى برجل يعرف الحروف ألف لا تاذا، قام يعلمني بالحروف، ولكن المول هو على التعليم، المول على أبراهيم. لما رجعت أسم الألف قلت له المدرك، قال ألف، حتى وصفت عليه حلية العوامر واسم العوامر هذه ألف لا. هبشنا من التعليم شيء بسيط، بشرنا جاي بالخير، بشرنا بكل ما يسر. قلت يا طول العمر أبغى لي أرض أبني فيها مدرسة لتحفيظ القرآن. قال وأنا شريك مثله وأنا خادم فيها. قال ويبنيها خليفة. نفعنا الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف. لما كان التكاتف بيننا وبين جماعتنا وبين إخواننا وبين هذا يعني تقل الضيق، ولله الحمد يعني الناس فرحانين والأولاد فرحانين ومتكاتفين. والله جعلنا في هذه البلد الطيبة اللي أهلها كلهم رقم واحد، هذا لا يصلحوا كأنهم عيالنا. يعني يجوني إذا الحين ناس من حي ويوم يعجبني الولد بكلامه قلت له أنت من تولده؟ قال لا إله إلا الله يا عمي، ربيتنا وقريتنا وهالحين ما تعرفنا. قلت له يا أبوي كبرتوا.
نحمد الله، نحمد الله في كبار الوهايب، سيف معرى ودار ستيرة، والوطن والوطن من دونها عيال شايب، هم شره يوم ينمس خيره.